السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم محمد مسعد، والنهارده هتكلم معاكم يا جماعة. زي ما شفتوا السرعة اللي بتاعت الفيديو، شايفين الجزمة ديت؟ دي جزمة اهيت من قلة اللمعة، الوش بتاعها بايظ متدمر الدنيا. بص، تراب وقفشة والجلدة مشقاها والدنيا بايظة من قلة اللمعة لما الجلد متدمر. طبعا النعل بروتين حتة نظيفة، الوش جلد طبيعي، حاجة ممتازة. ولكن صاحبها عمالها لحد ما بوظ، طبعا عمال يلمع فيها، كل ما تلمع يلمعها او ينضفها بتبهت، بس ما بيغذاش، ما بتاخدش اللون بتاعها. مهما يجيب صبغه بني، مهما يجيب ورنيش بني، هي البتاع خلاص مش قابله ان هي تثبت عليها صبغه بني وترجع للونها الاصلي اللي هو اللون ده. خطوه بخطوه مع بعض ان شاء الله هعرفكم ازاي نرجعها تاني جديده زي ديت، وتبقى سهله وتبقى حاجه بسيطه، ويبقى اكيد في ناس كتير عندها في البيت راكنه حاجات زي ديت. انت لسه بص رجعت جديده ما شاء الله عليك. من غير ما اطول عليكم، تعالوا اقول لكم ايه انواع الصبغه اللي هنستخدمها وارجعها لكم تاني جديده ازاي. يلا بينا. ورجعت لكم تاني ونسمي الله، وهنبدا الاول ننضفها من التراب والعفاشة اللي فيها. ولو في اي عفاشة ماسكه فيها بالفرشه الصغيره ديت وننضفها. نطلع العفاشة اللي عليها القديمه. وبعد ما نضفناها كده نيجي لسر الخلطه. سر الخلطه بيقول ايه؟ الصبغه الجميله اللي هنستخدمها دي. الصبغه ديت مش صبغه عاديه، يعني ما شاء الله عليها صبغه مركزه. الجزمه ديت لو لونها ابيض، الصبغه دي هتخليها باللون البني بتاعها ده، ايا كان لون ايه الصبغه دي. نسمي الله كده. بسم الله. احنا كنا فين؟ ايوه هنا. وطبعا ضروري الصبغه ديت تلمع بيها مره واحده بس، مش شرط تلمع بيها على طول. يعني انت الصبغه ديت مش شرط تعمل بقى الجزمه على طول، يعني انت الجزمه سبتها فتره لحد ما وصلت للحاله المتدهوره ديت، استخدمت الصبغه ديت مره واحده خلاص كده كفايه عليها، وبعد كده ترجع للصبغه الورنيش العادي هتظبط معاك على طول. بس انت في اول مره ديت بس ايه نستخدم الصبغه المركزه دي. تمام. الجزمة حرفيا يا جماعة بترجع جديدة تاني حرفيا. شايفين يا جماعة الوش من فوق ومن جنب؟ مفيش مقارنة. I'm here.
انا الفرده الاولى اديتها وشين، وش الاول ظبطها كده وانتوا مدي لها وش تاني، مدي لها وش لمعه، الوش التاني ده ظبط، فانا هديت هدي لها وش اهو بنغذي الجلد، والوش التاني هدي لها وش لمعه نضيفه ان شاء الله. طبعا اظن اللي بيتفرج ملاحظ ان انا ما قلتش اسم الصبغه ديت. عايز تعرف اسم الصبغه دي ايه ومهتم ان انت تظبط حاجتك كده وتعملها كده، انزل في التعليقات اسالني وانا هرد عليكم ان شاء الله، علشان انا ما بلاقيش تفاعل على الفيديوهات يا جماعه، يعني اللي بيتفرج بيستفاء لا بيعمل اشتراك ولا بيدي لايك ولا في اي تفاعل على الفيديوهات، انت بتستفاد وبتاخد معلومتك وخلاص. فانا قلت طب انا اعمل كده، واللي عايز يستفاد فعلا وعايز يدور على المعلومه ينزل في التعليقات يسالني، وانا اللي اي حد يسالني هرد عليه ومش هتاخر على حد فيكم باذن الله. بكده احنا عملناها، هسيبها تنشف وبعدين هودي لها وش كمان ايه تاني، وهتشوفها في الوش التاني هتلاقيها اختلفت تماما عن الوش الاولاني ده خالص، واللمعه زادت معانا. ورجعت لكم تاني زي ما انتم شايفين اهيت، بعد ما نشفت اهي، نشفت اهي ما شاء الله عليها، تعتبر رجعت جديده تاني ومش محتاجه ايه تاخد وش صبغه تاني، ولكن انا هدي لها وش كمان اغذيها وايه واخلي الجلد يبقى مظبوط معانا، عشان ايه ما اتلمعتش بقى لها فتره كتيره، وصاحبها ما شاء الله عليه كان مهملها لما كانت بتكح تراب، شايفين؟ وزي ما انتم شايفين اهو ده نوع الصبغه اللي انا كنت بستخدمه. عايز تعرف الصبغه دي نوعها ايه او اسمها ايه انزل في التعليقات وقول لي، وعلشان ايه يفيد واستفيد لما انت تنزل تسالني وانا ارد عليك، يبقى في تفاعل كده في اليوتيوب، اقترح الفيديو للناس اكتر فالفايده تعم، نرفع رينك الفيديو بدل الناس اللي بتخش تتفرج ما لا بتدي لايك ولا اشتراك ولا اي حاجه. فانا هعمل الفرده هتدوش تاني، انتوا شفتوا ايه الصح اهوت وايه اللي لازم يتعمل وايه نرجعها تاني، فعشان ما اطولش عليكم انا هعملها واختم الفيديو انا كده معاكم. وفي نهايه الفيديو ما تنساش اللايك الجميل واشتراك وتفعيل الجرس، وانزل في الفيديو التعليقات وقول لي رايك، ولو عندك اي استفسار انا هرد عليكم. وفي نهايه الفيديو شكرا ليك.